الدعم المادي والمعنوي، غياب اليد العاملة المؤهلة وغيرها من المشاكل هي العوائق التي يشترك فيها العديد من أصحاب مشاريع أونسيج وكناك رغم نجاح مشاريعهم في وقت قصير. نقص في التمويل ونقص في الدعم ومونك ديسباس، وخاصة في الولايات اللي فيها نسمة منخفضة، يعني ما فيهاش بزاف مربيين، وهذه هي العقبة. عندنا شوية العراقيل في لاماندوفر، اليد العامله الكاليفيه شويه، باسكو حنا كي نجيبوه خدام حنا نفورميوه باش يولي سورتو لا سودور. وعندنا عراقيل في لي بري، باسكو كاين ناس تخدم في اونوار. عندنا دي بروجي دانفستيسمون راهم حابسين او نيفو دي لي بانك، جوستومون جو لونس ان ابل بور لي زوتوريتي باش يعاونوا شويه لي جون في المشاريع هذو. يوسف من بين الشباب الذين استطاعوا رفع التحدي في وقت وجيز بفضل مشروعه في الطاقات المتجدده، غير ان شح السيوله الماليه كما يعتقد يوسف هو عائق لما تتطلبه هذه المشاريع من اموال ضخمه. لابد من التمييز بين مشروع يتطلب تمويل كبير ومشروع لا يتطلب. الشاب اللي يكون يستفيد من لونسيج هو حدود القرض تاعو لا تتجاوز 10 مليون دينار، المشاريع يعني اللي تعطى على الاقل 20 مليون دينار، على الاقل تكون تسهيلات في مرحله الاستغلال. امام رهان الحكومه على المشاريع الصغيره والمتوسطه تبقى مرافقة هؤلاء الحلقة الضائعة للوصول إلى اقتصاد محلي خارج المحروقات.